النهارده بتوع افلام عيد ميلاد الزعيم، وانتوا عارفين ان احنا مع كل سنه لازم نعمل حلقه للزعيم. السنه اللي فاتت عملنا حلقه اكتر 10 افلام عادل امام مثل فيها اداء درامي او اداء يعتبر كان عالي جدا دراميا. ففي الحلقه دي طبعا هنتكلم في اكتر 10 افلام بيضحكوني من وجهه نظري الشخصيه. ولازم اقول حاجه مهمه جدا قبل ما ابتدي الحلقه دي، الحلقه دي يعتبر لاول مره الترتيب مش هيبقى فارق، يعني بس عشان تبقوا فاهمين الحوار ده. حاجه مهمه برده ثانيه، انا فعلا في افلام كتيره جدا 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 كنت عايز احطها في القايمه ومش لاقي مكان، لازم التوب 10. فيعني ممكن نعمل بس السنه اللي جايه توب 10 جزء تاني لاكتر افلام كوميديه او اكتر 10 افلام كوميديه بحبها لعادل امام، فممكن نعمل لها جزء تاني السنه اللي جايه، او فكره جديده ممكن نتكلم عليها لعادل امام، لان عادل امام هو بالنسبه لي انتوا عارفين اكتر فنان بحبه عموما واكتر حاجه اتاثرت بيها في حياتي. ويعتبر عادل امام، او مش يعتبر، هو عادل امام هو انجح ممثل في تاريخ كوكب الارض، في تاريخ كوكب الارض. ايوه اي نعم، لا يوجد نجم في محلي في منطقته في مكانه في الوطن العربي في اي حته، يعني مفيش حد في هوليوود فضل مستمر 50 سنه. روبرت دينيرو مع احترامي وكامل الاحترام ليه، لروبرت دينيرو الباتشينو ناس كبار وليهم مقامهم ودول خلاص اوريدي اساطير وكل حاجه، بس ممكن دلوقتي يوم ما ينزلوا مسلسل او فيلم ما يبقاش اعلى ايرادات، ممكن ما يبقاش في التوب 10 اساسا، ولكن عادل امام دلوقتي ممكن يبقى اعلى اجر في التمثيل كفيلم واعلى اجر ممثل في مسلسل برضو، والمسلسل هينجح والفيلم هيجيب اعلى ايرادات عادي جدا. دي حاجة ما حصلتش في كوكب الارض، فعشان كده برضو لازم نقدر قيمة هذا الرجل الكبير الزعيم الاسطورة عادل امام. كل سنة وانت طيب يا زعيم. بس قبل ما نبتدي حلقة بقى بتوع افلام، عايزكم تظبطوني بقى لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وخاصة لكل بتوع افلام اللي بيحبوا عادل امام الزعيم، فطبعا عايز لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا بيز عليكو، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، قبل ما ابتدي القايمه لازم اقول لكم برده وعيد تاني، فيلم زي رجب فوق صفيح ساخن انا كنت حاطه في القايمه، اللي هو ده من ضمن الاكيد في التوب 10. يعني انا بحب الفيلم ده جدا، فيلم عنتر شايل سيفه من اكتر الافلام اللي انا كنت بتفرج عليها وانا صغير، الساعه بخمسة جنيه والحسابه. في افلام كتيره جدا عايز احطها، فعشان كده ممكن نعمل جزء تاني، لكن دول اللي حطيتهم حسيت ان دول قريبين مني اكتر، او حسيت ان دول اتفرجت عليهم أكثرية للأفلام الكوميدي لعادل إمام أو بتفرج عليها كتير جدا. ونبتدي برقم 10 معانا، وهنبتدي بالإيرا دي اللي هو يعتبر بالنسبة لي آخر فيلم كوميدي صريخ ضحك لعادل إمام، وهو فيلم مرجان أحمد مرجان اللي نزل سنة 2007 من إخراج المخرج علي إدريس ومن تأليف المؤلف يوسف معاطي. طبعا فيلم مرجان أحمد مرجان لما نزل كان أعلى إيرادات في السنة عموما وأعلى إيرادات في الموسم الصيفي. فيلم مرجان أحمد مرجان تتفرج عليه لغاية دلوقتي عمرك ما هتزهق منه. في حاجة برضو أخدت بالي منها، عادل إمام من بعد فترة جيل هنيدي ما طلع وفضل هو في الفترة دي مش عامل أفلامه اللي هي اللي احنا متعودين عليها قمة الضحك وقمة الحلاوة ونتفرج عليها والكلام ده، الفترة دي لما رجع عمل الكامباك، الفترة دي يا جماعة يعني من اللي هي من بعد سنة 2002 مثلا، أغلبية أفلام عادل إمام محطوطة في القايمة دي في التوب 10 بالنسبة لي، لأن أنا بالنسبة لي الفترة دي هو كان رائع في اختيار الأدوار، وفعلا عرف يواكب الجيل، عرف يوصل للشباب بتوع الجيل ده ويخلوه هو ده الراجل ده اللي بيضحكنا في الجيل ده وهو رقم واحد في الايرادات حتى لو ايه، وفعلا عرف يواصل مع الاجيال واحد ورا الثاني. فطبعا انا مش محتاج اتكلم عن عادل امام كتير، وكل الناس في الوطن العربي عارفين قيمه هذا الرجل، بس احنا هنتكلم على التوب 10 اللي بالنسبه لي دلوقتي. مرجان احمد مرجان واحد من اكتر الافلام اللي بتضحكني عموما، فكره ان انت زي ما بقول لك عادل امام بيواكب الشباب. عادل امام يا جماعه في الفيلم ده كان بياخد اكس سي بيضرب بلات، عشان الفتره دي كان منتشر ما بين الشباب ان هم بياخدوا المخدر ده، وهو قبل كده اتكلم في الموضوع ده مع الفنان اشرف عبد الباقي في برنامج دار، واتكلم عن الموضوع ده ان هو عايز يتواصل مع كل الاجيال. وشوف بقى طلع معاه مين في الفيلم ده، الفنان احمد مكي بشخصيه هيثم دبور اللي كان طالع قبل كده طبعا في تامر وشوقيه، وعادل امام كان عاجبه جدا الشخصيه دي وحطها معاه، ومن بعديها احمد مكي انطلق على البطوله المطلقه وبقى احمد مكي بس خلاص كده. ونيجي رقم 9 دلوقتي معانا في القايمه، نرجع بالزمن شويه لسنه 1900
1973 بفيلم البحث عن فضيحة من بطولة الفنان عادل إمام، وبيشاركوا في البطولة الفنان سمير صبري، وفي الفيلم ده كان فيه ضيوف شرف كتير جدا، الفنان جورج سيدهم وأيضا الفنان أحمد رمزي، وعندك توفيق الدين. عندك الفيلم ده يا جماعة يعتبر من أكتر الأفلام اللي اتفرجت عليها وأنا صغير وقربتني لعادل إمام جدا، ونظرا إن كان الفيلم ده كان فيه أبطال كتير قوي وكان بدايات عادل إمام يعتبر، فأنت بتشوف إزاي عادل إمام عايز يخطف قلب ميرفت أمين، وسمير صبري صديق عادل إمام اللي عنده خبرات كبيرة جدا بيحاول يعطي لعادل إمام النصائح عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. والقصة بقى بنندمج معاها وبنشوف ايه اللي حصل لصاحبه ده وكده. فيلم يا جماعة في منتهى الجمال، اتفرج عليه دلوقتي جدا وعادي ومفيش اي مشكلة. طبعا مين ينسى ان كان برضو في الفيلم ده الفنان القدير يوسف بيك وهبي. اما رقم 8 معانا في القايمة فيلم كراكون في الشارع. الفيلم ده يعني امتى اخر مرة اتفرجت عليه؟ من شهرين مثلا، يعني اللي هو لما بكون كده عايز ايه ده بقالي فترة ما شفتش كراكون في الشارع. واحد من الافلام اللي انا حبيتها جدا، ممكن يكون من الافلام دي فرجتش عليها وانا طفل، فرجت عليها وانا اكبر شويه، ولكن فيما بعد الفيلم ده فضل مستمر معايا حتى يومنا هذا، ما بزهقش منه تماما. واحد من الافلام الجميله جدا، سنه انتاجه كان سنه 86، وكان بيشاركوا في البطوله الفنانه الجميله الكبيره يسرى. والفيلم ده طبعا فيه واحد من اشهر الجمل اللي انا شربت حشيشه سعاد، طبعا ده واحد من اشهر جمل عادل امام. وطبعا انا بعشق الفنان علي الشريف، كيميا اللي ما بينه وبين عادل امام انا ممنون قوي يا سعاده البيه. ممنون. انا الفيلم ده ارتبطت بيه جدا، والقصه حلوه. الفيلم من اخراج المخرج احمد يحيى ومن تاليف المؤلف احمد الخطيب، قصه عيله من الطبقه المتوسطه وانت عمال تشوف ايه اللي بيحصل لها، وهي دي برضو اللي كانت بتقرب الناس وخلت ان عادل امام يبقى ليه شعبيه كبيره لهذه الدرجه، ان هو بيتكلم عن معاناه المواطن سواء من اي طبقه، سواء طبقه فقيره سواء طبقه متوسطه، حتى لما كبر دلوقتي بقى كان بيتكلم عن معاناه رجال الاعمال. فهو الراجل بيتكلم وبيخاطب كل فئات المجتمع، وكل فيلم ليه بتحس ان هو قصته ممكن تكون كوميديا سوداء. يعني كراكون في الشارع ده لو فكرت فيها هي كوميديا سوداء، ولكن فيها مواقف كتيره جدا مضحكه، وبحب الفيلم ده جدا الصراحه. ونرجع دلوقتي لعصر الالفينات، ونيجي الرقم 7 معانا في القايمه، فيلم التجربه الدنماركيه من اخراج المخرج علي ادريس برضو، ومن تاليف المؤلف يوسف معاطي برضو، هما اللي كانوا قافشينه في الفتره دي، وفعلا طلعوا افلام هتفضل عايشه معانا لايام وسنين كتيره جدا. فيلم التجربة الدنماركية بالنسبة لي هو أول كامباك لعادل إمام من بعد فترة التسعينات. طبعا أنتوا فاكرين زي ما قلت لك في مرجان أحمد مرجان وحلقات كتيرة جدا، فترة عادل إمام في التسعينات كانت طبعا هو أكبر نجم في مصر، ولكن جه بعديها فيلم إسماعيلية رايح جاي لمحمد فؤاد، وكان انطلاقة، وكانت اللي هو إيه ده؟ إيه فكرة الإيرادات العالية جدا دي؟ وإيه 18 مليون جنيه ده رقم ما تسمعش قبل كده؟ وجه بعديها طبعا هنيدي في صعيدي في الجامعة الأمريكية، وانطلقت بقى الجيل ده، والناظر بقى بعديها، وأفلام أحمد حلمي وأفلام محمد سعد وكل الكلام ده. في الفترة دي عادل إمام كان مش عارف يلاقي نفسه، وده طبيعي ما فيهاش أي مشكلة، ما فيش حد ما بيقعش في أي وقت، عادي ما فيهاش أي مشكلة، فما كانش عارف يواكب الجيل، مش عارف يعمل إيه، لحد طبعا المخرج علي إدريس ويوسف معاطي مع بعض عرفوا يكونوا لعادل إمام التيمة الجديدة، أو الجمهور عايز منك إيه؟ عايزين يشوفوك كأب للناس كبار، عايزين يشوفوك مش حبيب، ما بقاش لايق عليه الفترة الزمنية دي. وشفنا بقى زي ما بقول لك بداية انطلاقة أو بداية الكامباك بتاع عادل إمام من بعد التجربة الدنماركية لحد زهايمر، هو على طول في الإيرادات رقم واحد، ممكن يبقى رقم اتنين بالكتير قوي، بس هو متصدر كده كده، والأفلام بتاعته هي اللي بتعيش لغاية دلوقتي. يعني التجربة الدنماركية ده لو أنا قلت لك اتفرج عليه النهاردة بالليل عمرك ما هتزهق تماما. واحد من أكتر الأفلام اللي أنا بضحك عليها بجد، فيها مواقف كتيرة جدا 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 بتضحكك، ده غير مثلا مشاهد زي مثلا مركز الشباب، حاجات كتيرة قوي في الفيلم بتضحكك. وعادل إمام نفسه طبعا الزعيم، واحد من اهم عوامل اسباب الضحك في هذا الفيلم. ونيجي دلوقتي رقم 6 معانا في القايمه، فيلم عصابه حماده وتوتو اللي نزل سنه 1982. الفيلم من اخراج المخرج محمد عبد العزيز، وفي ناس كتيره من بعد ما شافت عصابه حماده وتوتو وشافوا فيلم جيم كاري فان وذيك اند جين اللي هو ده، قالوا ايه ده؟ ده جيم كاري سرق من عادل امام. ولكن للاسف فيلم فان وذيك اند جين ده فيلم قديم نزل سنه 1977، وفيلم عصابه حماده وتوتو نزل سنه 1982، فعشان كده عصابه
عصابة حمادة وتوتو هو المقتبس، يعني هو اللي واخد فكرة او واخد قصة فيلم فانوس ديكانجي. بس عموما سواء الفيلم بتاع 77 او فيلم بتاع جيم كاري، احب اقول لكم انا بتفرج على عصابة حمادة وتوتو اكتر واكتر فيلم في التلاتة دول بيضحكني. انا ما شفتش غير فيلم بتاع 77 ده كان حب استطلاع، اللي هو حبيت اشوف ايه ده، طب عايز اشوف بقى الاصلي كان عامل ازاي. بتاع جيم كاري عشان انتوا عارفين انا بحب جيم كاري جدا، كنت حاسس ان هو كان لو اتعمل مواقف اكتر بكتير كان الفيلم كان ممكن يبقى احلى، ولكن للاسف مواقف ما كانتش كتير قوي. ولكن فيلم عصابه حماده وتوتو كان فيه مواقف كتير، كان فيه سرقه كتير، كان فيه حوارات كتير، ويكفي الموسيقى الاشهر، واحد من اشهر الموسيقى التصويريه عموما. يعني انا مجرد ما قلت لك عصابه حماده وتوتو انت خلاص سمعت المزيكا في دماغك دلوقتي. وطبعا كان بيشارك في البطوط في البطوطو وطبعا كان بيشارك في البطوله مع الفنان عادل امام اللي هي قايمه بدور توتو الفنانه لبلبة. ونيجي دلوقتي الرقم 5 معانا في القايمه. الفيلم ده انا عارف فيه ناس كتيره جدا هتختلف معايا واصريت ان انا هحطه في القايمه، ايوه، عشان الفيلم ده من اكتر الافلام اللي لما بكون عايز اضحك بلجأ لها، بحب اتفرج على الفيلم ده كتير جدا، ويعتبر من اكتر الافلام الكوميديه اللي انا بتفرج عليها لعادل امام. وعارف ان الفيلم ده ناس كتير هتقول لي يا ابو حميد ايه ده بجد عجبك الفيلم ده بتحبه ايه ده يا ابو حميد، انا حاسس الفيلم ده قليل ادب زياده عن اللزوم وفي اباحه زياده عن اللزوم، ما حسيتش يعني ما حسيتش بالكوميديا دي قوي. انا بموت من الضحك في الفيلم ده، وهو فيلم الواد محروس بتاع الوزير، نزل سنه 1999، ودي الفتره اللي هي بتاعت زي ما بقول لك الهبوط بتاع مستوى الايرادات بتاع عادل امام. فيلم نزل سنه 99 قدام همام في امستردام، طبعا انتوا فاهمين قد ايه فرق الايرادات كان ساعتها، كان فرق كبير وشاسع جدا. فيلم الواد محروس بتاع الوزير من اخراج المخرج الكبير الله يرحمه نادر جلال، ومن تاليف المؤلف الكبير يوسف معاطي برضه، يعني كان يوسف معاطي مع عادل امام بفتره التسعينات برضه قبل ما يخشوا الالفينات مع بعض. انا بضحك على الفيلم ده جدا، وبيشارك في البطوله مع الفنان عادل امام، فكره انك انت تشوف اسطوره من اساطير برضه الفن القديم والجميل الفنان الجميل كمال الشناوي، بعد ما هم كانوا مع بعض فيلم الارهاب والكباب وما كانش يعتبر فيه مشاهد ما بينهم وبين بعض قدام بعض، شفتهم بقى في الواد محروس بتاع الوزير. انا بضحك على الفيلم ده وعارف واتقبل كل، انتوا عارفين ان انا اتقبل اي اراء او اي حاجه، عارف ان الناس كثيره تحت في الكومنتات هيقولوا ايه ده يا ابو حميد ده يتحط رقم 5. انا مبدئيا قايل لكم ان الحلقه دي الترتيب عادي كده اي حاجه. انا بحب الفيلم ده جدا ومن اكتر الافلام زي ما بقول لك بيضحكني جدا. وليلى محميحة حتى مطلع الفجر، الرصاصة دي عاملة زي كأنك بتقول يا ابو فتوح فتوح داي ونيجي دلوقتي المركز الرابع معانا في القايمة، فيلم الفيلم ده يعتبر من أشهر أفلام عادل إمام ذو شعبية في الوطن العربي وأطفال جيلنا إحنا، يعتبر أكتر الأفلام اللي إحنا شفناها لعادل إمام وإحنا صغيرين، مع سلام يا صاحبي. طبعًا أنت هتقولي فين سلام يا صاحبي؟ سلام يا صاحبي بالنسبة لي مش فيلم كوميدي، وعارف إيه ده هتقولي فين الإرهاب والكباب؟ هقول لك الإرهاب والكباب بالنسبة لي مش فيلم كوميدي، هو فيلم كوميدي سياسي بس يطغى عليه طابع الدراما السياسية أكتر من الكوميدي، رغم إن في مشاهد كوميدية بتموت من الضحك أكتر من أفلام كتير. اما علينا بقى، الفيلم اللي انا برغي عليه وبتكلم عليه كتير ده نزل سنه 1990، وهو فيلم حنفي الابهه. قال لك ايه؟ قال لك اه. واحد من اشهر افلام عادل امام، وطبعا في ناس هتقول لي طب على فكره الفيلم ده يطغى عليه طابع الاكشن. لا، انا حاسس ان اللي طابع عليه والطاغي عليه طابع الكوميدي يا جماعه، انا بضحك في الفيلم ده جدا، والحاجات اللي كان بيعملها عادل امام ساعتها، والشكل بتاع عادل امام ساعتها في حنفي الابهه ده ايقوني، البدله الجينز والبنطلون الجينز واي بنت يبص لها يلا بقى ونطلع مع بعض والدركسيون اللي في ايده، لا 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 حاجه في قمه المسخره، ومشهد الاسانسير ونيجي دلوقتي الفيلم نزل سنه 2005 في حقبه الالفينات، نرجع تاني لسنه 2005 بفيلم السفاره في العمار والسفير في الاسانسير. الفيلم من اخراج المخرج عمرو عرفه ومن تاليف برضو المؤلف الكبير يوسف معاطي، يعني اعتقد ان هو الطاغي في السلسله دي او في الطاغي في التوب 10 بتوع الحلقه دي. فيوسف معاطي مع عادل امام عملوا مع بعض حاجات جامده جدا جدا جدا، يعني اتمنى والله ان احنا نشوف عادل امام في يعني حتى لو في فيلم اي حاجه يعني يعني ما علينا. المهم الفيلم السفاره في العماره مع الوقت بقيت اضحك معاه اكتر او بقيت اضحك فيه اكتر. فيلم السفاره في العماره بتوع افلام عايز اقول لكم ان انا خارج منه من السينما كنت مبسوط جدا وكل حاجه، بس كنت حاسه ان هو مش كوميديا اللي انا متعود عليها لعادل امام، او ما ضحكتش القدر الكافي من الضحك، خاصه بعد الفيلم اللي انا كنت شفته قبليها بسنه اللي انا محطوط لسه في القايمه وحاطه رقم 1 عموما. مع الايام ومع الوقت ومع مرور الزمن الفيلم ده عمال يعلى معايا اكتر، وكفكره عمال يعلى معايا اكتر،
اكتر وككوميديا عمال يعلى معايا اكتر. وفعلا اكتشفت ان احنا اغلبيه الحاجات لو شفتها كميمز او كوميكس او كده هتلاقيها متاخده من فيلم السفاره في العماره. فانا عشان كده الفيلم ده فعلا مع مرور الزمن عمال يحلو، يعني فعلا في مشاهد كتيره جدا بتضحكني في الفيلم ده، خصوصا مع مفاجات عادل امام اول ما رجع مصر. انا بالنسبه لي الفيلم اول ما رجع مصر هو بدايه الفيلم او انطلاقه الفيلم الحقيقي. المشاهد اللي قبل كده الكوميديه كانت اللي هي الكوميديا اللي انت متعود عليها من عادل امام، اللي هو البنات والحركات والحاجات دي اللي ما بتضايقنيش الصراحه. وطبعا افيهات كتيره جدا زي ما يعني مش النهارده عيد ميلادي، مش انا عيد ميلادي النهارده، لا يا شيخ. ونيجي دلوقتي المركز الثاني معانا، يعتبر ده رسميا اكتر فيلم شفته لعادل امام يعتبر، واكتر فيلم يعني من كتر ما شفته في الفيديو كتير يعني اهلي كانوا بينزعجوا مني جدا جدا جدا، موضوع يسبب ازعاج كبير قوي اللي هو كفايه بقى، وخاصه ان الفيلم طويل والفيلم فيه ضرب وكسر كتير جدا. عشق الفيلم ده بسبب النوستالجيا غير طبيعي، ده فيلم طفولتي يعتبر، وهو فيلم بخيت وعديله الجزء الاول اللي نزل سنه 1995. الفيلم من اخراج المخرج الكبير والراحل نادر جلال، وايضا المؤلف الكبير والراحل لينين الرملي. فيلم كان بيشارك في البطوله مع الفنان عادل امام، الفنانه شيرين، وطبعا الفنان الكبير الله يرحمه مصطفى متولي. فيلم بحب اتفرج عليه من اوله لاخره وما بزهقش ولا لقطه. وطبعا في الفيلم ده شفنا ظهور الفنان محمد هنيدي بدور سائق التاكسي، كان اللي هو بيطلع مع الدور كده صغير في فيلم عادل امام بقى، ومحدش كان يتخيل ان مجرد بعد سنتين فقط لا غير، ده السنه اللي بعديها عملوا بخيت وعديها الجزء الثاني، يعني مجرد سنه كمان وهيحتل قمه اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. فهي من عند ربنا كده يا جماعه، وطبعا نظرا للموهبه ده بالتاكيد والاجتهاد وكل حاجه. فيلم بخيت وعديله هرجع واقول لكم لو انت ما شفتوش من ابناء الجيل ده هتلاقيه موجوده، غالبا موجود على اليوتيوب، ولان انا بتفرج عليه كتير، بقول لك بتفرج عليه لغايه دلوقتي كتير جدا، انا بحب الفيلم ده قوي. اما رقم واحد معانا في القايمه دلوقتي يعتبر ده اكتر فيلم، مش اكتر فيلم، في افلام بره القايمه ممكن تكون يعني بتضحكني كمان، بس فعلا انا ده اللي انا فكرت فيه في القايمه بتاعت النهارده، رقم واحد معايا في القايمه، وده اكتر فيلم في الالفيه من بعد سنه 2002 بحبه لعادل امام، واكتر فيلم بتفرج عليه في الحقبه دي لعادل امام بتفرج عليه كتير جدا، وهو فيلم عريس من جهه امنيه. وطبعا زي ما انت واخد بالك فيلم سفاره في العماره قلت لك ان الفيلم نزل سنه 2005، فالفيلم ده نزل سنه 2004، عشان كده بقول لك سفاره في العماره بالنسبه لي ككوميديا بالنسبه للعريس من جهه امنيه كان اقل، عشان كده بقول لك خارج، كنت خارج من السينما ساعتها اللي هو لا مش بنفس ضحك عريس من جهه امنيه. ولكن بالرغم ان يعني القصه دي معموله قبل كده كتير، ممكن فاذر اوف ذا برايد بتاع ستيف مارتن، ممكن ميت ذا بيرنتس بتاع روبرت دينيرو وبن ستيلر، بس من عادل امام غير بقى، يعني من عادل امام بطريقه عادل امام. بصوا يا جماعه كل شويه بتتفرج على فيلم عريس من جهه امنيه ده بتكتشف فيه حاجات كوميديه جديده، انا بحب الحاجات البسيطه اللي كل شويه بكتشفها. طريقه عادل امام في الضحك غير طبيعيه، يوم ما اكتشف ان شيف منير، لما شيف منير قال ايوه يا حبيبي، قال لا انا جيت في معادي بس لسه هتكلم معاه، قال له ايه رايك يا عمي؟ عمك مين يا؟ عمك مين يا؟ دي بتقتلني، ممكن اعيدها كتير. نفس الكلام مثلا لما هو كان قاعد مع علا شيحه بيقول لها بصي اهو قفشت، وايه حاطط مناخيره مناخيرها وبيتسمره عاملين كده، قال يعني بقى يعني الحاجات دي بتموتني، بتموتني جدا. يعني ربنا يخلي لنا الزعيم، ويا رب يا رب اتمنى ان انا اشوفه في عمل تاني، ولو ما عملش اي عمل تاني، ولو كان اعتزل من 20 سنه. عادل امام هو عادل امام، هو انجح ممثل او انجح فنان في تاريخ الوطن العربي ده كله، مفيش حد نجح زيه في العالم، مفيش زي عادل امام. كميه الافلام، كل نجم بقول لك هو مميز في مسلسلات، مميز في الافلام، مميز في المسرح، راجل مميز في كله. ممكن في السنه ممكن يعمل له 5 6 افلام، بيروح بالليل يقوم عامل المسرح كل يوم لمده سنين متواصله، يعني انجح مسرحيات في تاريخ الوطن العربي، اطول سنين العمر النجاح، مفيش مسرحيات نجحت بالقدر ده، ناس بتيجي بالوطن العربي مخصوص عشان يشوفوا، بس مجرد ان هم يشوفوا عادل امام. يعني هل مسرحيه بودي جارد دي احلى مسرحيه لعادل امام؟ ليه هي انجح مسرحيه؟ ليه قعدت 12 سنه؟ انا عايز اشوفه بس، والله العظيم في ناس كتيره جدا لا لا انا اشوف عادل امام ويقول اي حاجه انا هضحك بس خلاص، انا كده بالنسبه لي دي سهره سعيده جدا. وعشان كده يا جماعه فعلا هو فنان لا يعوض، والمفروض نبقى فخورين بيه جدا 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 ان احنا عندنا فنان عارف يستمر وعارف ينجح كل السنين دي كلها. كل سنه وانت طيب يا زعيم، وان شاء الله السنه اللي جايه يكون في عمل جديد للزعيم، والسنه اللي جايه باذن الله نعمل حلقه جديده بمناسبه عيد ميلاد الزعيم الكبير عادل امام. وسؤال الحلقه اللي بتوع افلام، انا عايز من كل واحد بتوع افلام دلوقتي يكتب لي القايمه بتاعته التوب 10 اكتر 10 افلام كوميديه بتحبهم جدا لعادل امام،
خاصة بقى انا عارف طبعا ان انتوا كتير هيكتب لي في فترة اواخر السبعينات والثمانينات وكل الكلام ده، سيبوا لي رأيكم ده في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهاية الحلقة بتوع افلام اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقة دي اتمنى طبعا بعد اذنكم تشيروها في كل حتة، وبعد اذنكم طبعا اتمنى ان انتوا تظبطوا لي لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وشيروا سبسكرايب للشانل لو لأول مرة، وطبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول، وأهلا مسا عليكم.